يا مساء الخير والحب والسعادة عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى. بكون معاكم رانيا السيد. بكون مبسوطة جدا لما بشوفكم كل أسبوع، بكون مبسوطة قوي لما بنقرأ مع بعض وبنتعلم مع بعض معلومة جديدة، بنعرف حاجة تغير طريقة تفكيرنا. وكل ما كان الحقيقة الكتاب اللي معانا موضوعه قريب من واقع حياتنا، وكل ما كان الكتاب اللي بنتكلم عنه مهم وجذاب بالنسبة لنا، كل ما كان كلامنا عنه بيبقى حقيقي جدا وكلامنا عنه بيبقى شبهنا قوي. معانا النهاردة كتاب في رأيي انه مهم جدا، لانه ببساطة بيقول لنا ازاي نتعامل مع الحياة بشكل عام. طبعا كلنا عارفين انه الحياة يوم حلو ويوم مر، وده الطبيعي، الحلو كلنا بنحبه والحلو كلنا بنفرح بيه، لكن المر اكيد بيكون صعب ومش كل الناس بتعرف تتعامل معاه. كلنا بنواجه ضغوط في حياتنا وتحديات ومواقف صعبه، وده طبيعي وده عادي، فيها الحزن وفيها التعب، فيها الياس، فيها العصبيه، فيها الغضب. مطلوب مننا في الوقت ده انه يكون عندنا وعي ازاي نتعامل مع الاوقات الصعبه اللي موجوده في حياتنا، ازاي نتعامل مع مشاعرنا السلبيه زي الخوف، زي القلق، زي الحزن، زي الغضب، زي اننا نفقد شخصيه عزيزه علينا. احاسيس كتير ممكن تكون صعبه بنمر بيها، وده اللي اهتم بيه كتابنا النهارده، وهو كتاب اوعى للكاتبه الدكتوره جاسمين السيد، اللي وضحت من خلال كتابها ازاي ممكن يكون عندنا وعي، وايه اهمية الوعي ده في حياتنا، وازاي نواجه الظروف الصعبة، وازاي نحسن من جودة حياتنا. هنتكلم بشكل اكبر واوسع عن كتابنا النهاردة اوعى مع ضيفتنا اللي هتنورنا في الاستوديو، الكاتبة دكتورة جاسمين السيد. عندنا شخصيات ورموز ثقافية عالمية أبدعت، وقد إيه اسمها عايش معانا لحد دلوقتي. والنهاردة هيكون معانا واحدة من أبرز الشخصيات دي، وهو عميد الأدب العربي الكاتب الكبير طه حسين، اللي عدى على رحيله 50 سنة. وبالرغم من كل السنين دي ومن رغم من كل سنين غيابه دي، إلا إن اسمه لسه حاضر بقوة. وبمناسبة ذكرى مرور 50 سنة على رحيله أو على رحيل الأديب طه حسين، أطلقت الهيئة العامة للكتاب مشروع استعادة طه حسين، واللي شارك فيه دكتور سامي سليمان أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، اللي معانا على التليفون دلوقتي، وهنكلم معاه بالتفصيل عن المشروع الثقافي ومشاركته فيه، واتكلم في إيه عن طه حسين تحديدا، لأنه طبعا هو المشروع كان استعادة طه حسين. أهلا بحضرتك دكتور سامي. أهلا بحضرتك. مساء الخير، وإزاي حضرتك؟ والله الحمد لله تمام. أولا يا ريت تكلمنا شوية عن استعادة طه حسين، أو مشروع استعادة طه حسين اللي قامت به الهيئة العامة للكتاب. في الحقيقة هذا المشروع تقوم به الهيئة المصرية العامة للكتاب، التي يقودها المثقف المستنير الواعي الدكتور أحمد بهي الدين. والهدف من هذا المشروع هو إتاحة عدد كبير من كتابات طه حسين أمام فئات القراء، ولا سيما القراء من الأجيال الشابة التي قد لا يعرف الكثيرون من هذه الأجيال كتابات طه حسين. والمقصود هنا أن تتاح لهؤلاء الشباب خاصة إمكانية قراءة كتب طه حسين، والتعرف على مجموعة القيم الأساسية التي نادى بها طه حسين في كتاباته المختلفة. ومن أبرز هذه القيم التي كان طه حسين يدعو إليها في كتاباته المختلفة قيمة العقلانية، بوصفها أداة للنظر إلى القضايا المختلفة ودراسة الموضوعات المختلفة، ومنها أيضا قيمة قبول الآخر والإيمان بأن هناك تعددا في الآراء في القضايا المختلفة، كما أن هناك أيضا تنوعا في المواقف في القضايا المختلفة التي تهم المجتمع. وهناك أيضا قيمة الحرية بأبعادها وبدلالاتها المختلفة،
وكذلك هناك أيضا قيمة العدالة الاجتماعية طبعا التي تعد أساسا لتنمية الشعور بالانتماء، وأيضا قيمة الإيمان بالتعليم وبالقيم الإيجابية التي يزرعها أو تزرعها المؤسسات التعليمية في عقول الطلاب. فهذا المشروع هدفه أن يتيح للأجيال الشابة خاصة قراءة أعمال طه حسين مرة ثانية. عايزين نتعرف أكتر من حضرتك عن مشاركتك في هذا المشروع الثقافي إلهام. أستاذ تاني، أنا يعني شاركت في هذا المشروع بمجموعة من الأعمال، فكتبت بناء على تكليف من دكتور أحمد بهي، كتبت تصديرا عاما لمؤلفات طه حسين التي ستصدرها الهيئة الكتاب في إطار هذا المشروع، وحاولت في هذا التصدير أن أركز على مجموعة القيم الأساسية التي دعا إليها طه حسين في كتاباته المختلفة، كما حاولت أيضا أن أبرز الأدوار المتعددة التي قام بها طه حسين في حياتنا، لأن أدوار طه حسين لا تقتصر على الحياة الثقافية أو التعليمية فقط، وإنما تمتد إلى الحياة الاجتماعية وكذلك إلى الحياة السياسية أيضا. طبعا، ويمكن ده اللي أنا كنت هسأل حضرتك عنه، هي أكتر ما يميز كتابات أديب العدب العربي طه حسين. طبعا طه حسين هو مفكر مصري حديث ومعاصر صاغ في أعماله المختلفة مشروعا للنهضة المصرية وللنهضة العربية. هذا المشروع الذي يوصف أيضا بأنه مشروع للتنوير. جميل. وكان الهدف الأساسي لطه حسين هنا أن يضيء عقول قرائه بأفكار جديدة تمكنهم من أن يفهموا حياتهم على نحو جديد، وتمكنهم أيضا من أن يدركوا العقبات التي تواجههم في واقعهم كالجهل مثلا أو التخلف أو عدم الوعي بدور الإنسان في مجتمعه، لكي يواجه القراء هذه العقبات ومن ثم يسعون إلى أن يسهموا في إقامة مجتمع جديد تتحقق فيه كل القيم الإنسانية النبيلة. وطه حسين ظل طوال تاريخه يستخدم وسائل مختلفة لنشر هذا المشروع، وكانت الكتابة بطبيعة الحال سواء كتابة الكتب أو كتابة المقالات كانت وسيلة أساسية له، وكانت كذلك مشاركته في الحوارات المختلفة التي كانت تقام وفي الندوات أو في المجادلات. وكذلك كان يستخدم التعليم وسيلة لنشر هذه الأفكار، لأننا نعرف أن طه حسين هو أول مصري يحصل على الدكتوراه من الجامعة المصرية، وبعد أن حصل عليها وبعد أن حصل على الدكتوراه من فرنسا أيضا صار واحدا من أوائل الأساتذة في كلية الأداب جامعة القاهرة. جميل، ويعني أتمنى يا رب إن شاء الله نجاح المشروع، وحقيقي كاتب كبير زي طه حسين إحنا محتاجين دايما نستعيد وجوده ونستعيد كتاباته عشان تقدر فعلا توصل للأجيال الجديدة. أنا بشكر حضرتك على وجودك معانا عن طريق التليفون، ميرسي جدا جدا، وإن شاء الله نقابل حضرتك قريب وتنورنا في الاستوديو. دكتور سامي سليمان، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، بشكر حضرتك جدا. قاهر الظلام، عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين.
ولد في 15 من نوفمبر عام 1889، وكان طفلاً نابغة لم تمنعه إصابة الرمد في الرابعة من عمره عن استكمال تعليمه رغم فقدان بصره. تخرج طه حسين من جامعة الأزهر وحصل على الماجستير ثم الدكتوراه من فرنسا، ثم تقلد منصب وزير المعارف ليحدث نهضة حقيقية في التعليم المصري. ترك طه حسين عشرات الكتب التي تمثل ثروة فكرية حقيقية، سواء في نقد الأدب وتاريخه أو في مجال القصة والرواية، وحيث قدم دعاء الكروان، المعذبون في الأرض، الحب الضائع، وغيرها من الإبداعات الأدبية. في 28 من أكتوبر عام 1973 رحل طه حسين عن عالمنا، تاركاً خلفه تراثاً خالداً في الحركة الأدبية والفكرية. ولسه مكملين معاكم حلقتنا، وبما اننا النهارده معانا كتاب عن الـ 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 الوعي وعن زياده الوعي، وطبعا هو كتاب اوعى زي ما قلت لحضراتكم اللي بنتكلم من خلاله عن مواضيع كتيره جدا تخصنا في حياتنا، وعن اهميه اننا نكون عندنا وعي، ووعي بمشاعرنا، وعي بافكارنا، وعي بنفسنا، وعي بتصرفاتنا، وبنحب ايه، بنكره ايه، المناسب اللي ممكن نعمله، الغير مناسب اللي ممكن نعمله، ازاي نتصرف في المواقف الصعبة اللي بتمر علينا واللي بنمر بيها، ازاي ممكن ندير حياتنا بشكل صحيح بطريقة على الأقل ما نندمش عليها. هيكون معانا كمان دلوقتي من خلال أبليكيشن زوم الأستاذة سماح أبو السعود، لايف كوتش متخصصة في اليقظة الذهنية أو المايندفولنس، وهنتعرف منها أكتر إيه هي اليقظة الذهنية أو إيه هي المايندفولنس، وهنعرف أكتر إيه علاقتها بالوعي وإزاي نقدر نوصل لمرحلة الوعي في حياتنا. أهلا بيكي أستاذة سماح. أهلا بيكي. أهلا بيكي، منورانا. وأولا يهمني أشرح للمشاهد يعني إيه يقظة ذهنية، يعني إيه مايندفولنس. أوكي طيب، هي باختصار المايندفولنس هي زي ما انت قلتي كده الوعي او الحضور، في ناس بتقول عليها الحضور. ولو عايزه اقول التعريف بتاعها كامل فهي ان انا ابقى واعيه بمشاعري وبافكاري وجسمي حاسس ايه بالسنسيشنز بتاعت جسمي وبالبيئه المحيطه بيا بدون اصدار اي احكام. في تعريف تاني ليها برضو بيقول إن هي الوعي اللي بيصدر نتيجة إن أنا بنتبه للحظة الحالية عن قصد بدون إصدار أي أحكام برضو. فهو المايندفولنس إن أنا أبقى واعية، أنا دلوقتي بتكلم مثلاً أبقى واعية بنفسي، واعية بأفكاري، مش سايبة أفكاري عمالة تروح وتيجي بيا. في يعني معظمنا بيفكر دايماً يا إما أبقى قاعدة في مكان بس أنا دماغي في مكان تاني، بفكر في حاجة هتحصل بعد كده، لو أنا في الشغل مثلاً بفكر في اجتماع هيحصل بعد كده أو في مكالمة أو في حاجة حصلت وعمالة بفكر فيها وندمانة عليها مثلاً أو زعلانة على حاجة عملتها. فالمايندفولنس هو إن أنا أبقى دلوقتي هنا يعني بكلي بقى، بكل حواسي، بكل أيوة. يقظة لدرجة إن أنا مفيش أي حاجة بتشتت انتباهي عن المكان بالزبط. أو عن الحدث الحالي اللي أنا بمر بيه. أحياناً التشتت بالزبط. ده ممكن يتسبب في إننا نتصرف غلط، إن أنا أبقى يقظ، إن أنا أكون متشتتة، مش إني أكون يقظة، إني أكون متشتتة. طبعاً لما أبقى مشتتة أفكاري كلها هتبقى عمالة تروح وتيجي، مش في اتجاه معين، مش بتركيز إن أنا مثلاً عايزة أعمل حاجة معينة، فبالتالي مش هبقى مركزة فيها، فهتطلع غلط، هتاخد نسبة قليلة من تركيزي. وأنا مشتتة مش هاخد القرار الصح. صح. لكن لو أنا مركزة على حاجة واحدة، على اللحظة اللي أنا فيها دلوقتي دي، هاخد قرار صح. طبعاً مظبوط 100%. طيب اليقظة الذهنية بقى أو زيادة الوعي بشكل عام زي ما تكلمنا، إزاي أخلي عندي دايماً وعي في حياتي؟ إزاي دايماً أخلي ذهني يقظ ودايماً وعي حاضر؟
بصي، هو اليقظة الذهنية أو المايندفولنس هي مش حاجة ما أقدرش أقعد أقول لك واحد اتنين تلاتة هتعملي كذا 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 هتبقي واعية، بس هي مجموعة من السلوكيات لما بمارسها في حياتي كل يوم، فيوم ورا يوم بعد يعني اليوم، وبعدين كل في فترة أسبوع في فترة شهر، كل شوية على مدار الأيام والأسابيع والشهور والسنين ببقى وعي بيزيد. يعني مثال للحاجات للسلوكيات دي، مثلا في سلوك اسمه ان انا يبقى عندي عقلية المبتدئ. عقلية المبتدئ اللي هي زي اكنك بيبي صغير، فالبيبي الصغير ده لما بتديله لعبة بيعمل ايه؟ بيقعد يستكشفها ويشوفها من كل النواحي ويفككها ويطلعها والحاجات دي كلها، بالظبط. فبيبقى عنده اوبشنز كتير قوي ان هو يطلعها من اللعبة دي. لكن العقلية اللي هي بتبقى عارفة انا داخلة عارفة ايه الحاجة دي، ما بيبقاش عندي الفضول ان انا استكشف. فعقلية المبتدئ دي مثلا فور اكزامبل في اي نقاش بيدور، مثلا احنا لما اجي مثلا اتكلم مع حد انا عارفاه، مثلا في معايا في الشغل، معايا في البيت، اي حاجة، ساعات نيجي ندخل النقاش نقول انا عارفه النتيجه، ما انا عارفه هيقول ايه، انا حافظاه. لكن لو انا دخلت النقاش ده بعقليه المبتدئ مثلا، فانا هبقى داخله عندي فضول اسمع الشخص اللي قدامي ده وافهمه واعرف هو عايز يقول ايه وحاسس بايه، فبتساعد على نمو مثلا هنا علاقه احسن. حاجات تانية، سلوكيات تانية مثلا زي عدم إصدار أحكام، زي التقبل، إن أنا أتقبل الحاجات اللي بتحصل لي في حياتي، ودي بتخليني التقبل ده يعني لما بنقعد نتكلم فيه أو لما بنقعد نمارسه هو بيساعدك على إنك أنت تعدي أي تشالنج أو أي حاجات بتحصل لك في حياتك، لأنك أنت بتتقبلي اللي بيحصل مهما كان، أكيد وبتبتدي من بعد التقبل ده بتبتدي تقدري تتصرفي وتشوفي ايه التصرف المناسب اللي انا اقدر اعمله بعد كده. ازاي اسيطر على مشاعري والوعي، وعي المشاعر او وعي الاحاسيس بشكل عام؟ لانه كتير مننا بيمر بظروف ممكن تكون صعبة، ممكن تكون مشاعر مختلفة، ممكن تكون احاسيس مختلفة، وده طبيعي ودي الحياة. ازاي يكون عندي وعي أكيد. في اني انا اسيطر على مشاعري؟ بصي، هو سيطرة على المشاعر دي مش حاجة أصلاً تتعمل، هو إحنا تعودنا طول عمرنا إن إحنا ما تزعلش، ما تعيطش، وده للأسف طلع إن هو مش صح. الصح إن أنا أخليني مع المشاعر بتاعتي. أي مشاعر إحنا عندنا، زي إن إحنا فاهمين إن مثلا مشاعر زي الغضب أو الخوف هي وحشة، هي مش وحشة، بس هي مجرد مشاعر. انا مش عايزه كأننا اوقف احساسي، انا مش عايزه اوقف المشاعر، انا مش عايزه انساق للمشاعر. وعشان ما انساقش للمشاعر دي، لانه انا هزعل، هزعل، بس ده مش معناها ان انا هكمل زعلانه. هتضايق، هتضايق، بس ده مش معناها ان انا هفضل متضايقه. ازاي بالظبط اسيطر كده. على احساسي لما ابتدي احس انه الاحساس اخد اكبر من حجمه، ايا ما كان نوع الاحساس ده بقى، غضب، زعل، احساس ندم، ايا ما كان، ايه هو نوع الاحساس السلبي اللي انا حاسه بيه؟ ايوه، اول حاجه بأقر بان انا مثلا غضبانه او زعلانه، يبقى عندي اقرار ان انا بقرر لنفسي انا زعلانه، فبعرف بالتالي ان انا زعلانه عشان موقف معين. في ناس مثلا تقول لك انا عصبيه، لا، هو انت ما اتولدتش عصبي او عصبيه، انت بالظبط اتعصبت عشان موقف معين. بالظبط. دي ازاي بقى، بتفرق ازاي بقى، بقى بتفرق ادخل ايه؟ وعيي بتفرق ان علشان انا اقدر اسيطر على ده؟ هتقبل نفسي وانا عصبية دلوقتي، انا متعصبة دلوقتي عشان الموقف ده بس، خلاص. فأول حاجة ان انا هأقر بمشاعري وهقبلها زي ما هي اوكي علشان دي حاجة مؤقتة، اوكي وبعدين بعد كده بخليني مع المشاعر اللي جوايا دي. بفضل احنا بيعملوا مثلا في العزاء والحاجات والحداد والحاجات دي، بيدوا فترة ليه للناس ان هي تاخد اجازة مثلا عشان تفضل مع مشاعرها ايوه لحد ما المشاعر دي تخرج. ايوه فإقراري وتقبلي المشاعر ده وإن أنا أفضل معاها
بالتدريج بيخرج أصلا المشاعر دي مني، صح. اوكي فبالتالي بقدر ان انا اتخطى اي مشاعر. حاجة من الحاجات برضو اللي بتساعد قوي في الحتة دي ان انا اكتب بالتدوين، ان انا اكتب انا مثلا دلوقتي انا متضايقة من كذا كذا كذا، حصل كذا، الموقف كان مضايقني علشان كذا، فبطلع كل اللي جوايا. لما بكتب بدي فرصة عقلي بيشتغل أكتر، فبيخليني أخرج كل المشاعر اللي جوايا وكل حقيقي الأفكار اللي جوايا، بالتالي المشاعر دي بتبتدي تخرج مني بالتدريج برضو. صح جدا، صح جدا. انا بشكرك على وجودك معانا النهارده استاذه سماح، وان شاء الله المره اللي جايه نتكلم مع بعض بقى في الاستوديو وتنورينا إن شاء الله. ونتكلم اكتر عن المشاعر واليقظه الذهنيه والوعي، ونقدر نعرف اكتر منك ازاي نتحكم فيها. انا بشكر حضرتك إن استاذه شاء سماح ابو الله. السعود، لايف كوتش. ميرسي. ميرسي أوي. باي باي. ميرسي. خلونا نطلع لفاصل ونرجع نستقبل ضيفتنا اللي هتنورنا النهارده في الاستوديو، صاحبه كتاب اوعى، وهي الكاتبه والاستاذه جاسمين السيد. رجعنا لكم مره ثانيه ومنورانا النهارده الكاتبه جاسمين السيد، واللي هنتكلم معاها عن كتابها اللي انا شخصيا متحمسه جدا اني اتكلم عنه، اني اتعلم منه. اهلا بيكي دكتور جاسمين، منورانا. كتاب اوعى. اوعى يعني هو الاسم كاتشي قوي، الاسم يخطف. اوعى ممكن تتفهم بكذا طريقه، يعني اوعى اللي هو بما معناه احذر، اوعى تعمل كده، اوعى تاكل من هنا، اوعى تروح هنا، او اوعى باللغه الدارجه او باللغه بالبلدي كده زي ما بيقولوا اوعى لما بنقول لحد اوعى او وسع مثلا. هي ليها علاقه اكتر، او لحضرتك قصدتيه اكتر بقى، اما انا طبعا عرفت الموضوع وقريت وكده، هو عن الوعي. اوعى يعني اتوعى، او صح كده؟ خليك واعي. كانت الاسامي التانية اللي احنا بنتكلم فيها دي وحضرتك بتكتبي اوعى او بتختاري الاسم كانت في بالك؟ ما المعاني المختلفة لكلمة اوعى؟ بصي، هو يعني أول نصيحة الأم بتديها لأولادها وهم نازلين مثلا في الشارع، بتقول لهم اوعى خد بالك من العربية اللي هتعدي، فكأنها بتديله رسالة وعي. بتحذره، هو بتقول له خد بالك من كذا. هو الوعي تحذير، هو الوعي وتفتيح تحذير للدماغ. وكمان برضو زي ما انت قلتي معناها اوعى يعني وسع دايما باللغه الدارجه يعني. هو اللي عنده وعي الدنيا بتوسع له فعلا، ده حقيقي، ده حقيقي، والفرص بتلاقيها جايه له لحد عنده. صحيح صحيح، وعشان كده احنا دايما شغالين على الوعي عشان الدنيا توسع لنا وتوسع لكل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا. طيب خلينا نتكلم شويه عن فكره الوعي بشكل عام. ايه اللي لفت انتباهك، او ايه اللي حسسك انك في الوقت ده محتاجه تكتبي كتاب عن الوعي، أو طيب. عن فكرة الوعي بشكل عام، إن إحنا نكون عندنا من الوعي الكافي في حياتنا اللي يخلينا نعرف نتصرف مظبوط، نعرف نحس مظبوط، نعرف نسيطر على مشاعرنا بشكل مظبوط، أيا ما كانت نوع المشاعر دي، سلبية أو إيجابية. ما هو السلبي لما بيزيد بيبقى مشكلة، والإيجابي كمان لو خرج عن حدوده ممكن يبقى مشكلة برضو كبيرة. هو الفكرة جات لي من إيه؟ أول حاجة لأهمية الوعي دي، أول نقطة. أهمية الوعي بشكل عام. أهمية الوعي. تاني حاجة عدم وجود مصطلح الناس فاهماه قوي عن الوعي، لأن ربما يكون وعيك وعي سلبي وأنت مش واخد بالك. عشان كده أنا بدأت إن أنا في الأول أفرق لهم ما بين الإحساس والشعور وبعد كده الوعي. يعني إيه إحساس؟ يعني إيه؟ إحساس هي أي حاجة بستقبلها بحواسي الخمس. سمعت خبر، شفت حاجة، أي حاجة بحواسك الخمس. وانس إن أنت استقبلتيها بحواسك الخمسة دي بتبتدي تتحول لشعور. ازاي؟ حد اتصل بيكي في تليفون فقالك خبر وحش، فشعرتي بالحزن، تمام، ده الشعور. امال ايه هو الوعي بقى؟ الوعي ده في الحاجه اعلى بقى من الشعور والاحساس، وبتيجي من المخ، وهو بمنطق لي، بيعمل لي منطقيه زي كانه بيحلل لي مشاعري. فبالتالي بيقول لي هل انا فعلا في الوقت ده بعد ما سمعت الخبر الوحش ده من حقي ان انا ازعل، ولا الزعل كده زياده، ولا الزعل كده قليل. فاحيانا انا مخي بيترجم لي مشاعري غلط، ايوه طبعا، ويبقى وعي سلبي، صح، وافتكر انا بقى كده ان انا شخص واعي، صح، وفاهم. لا، فانا حبيت اشرح يعني ايه احساس، يعني ايه شعور، يعني ايه وعي، علشان الناس تاخد بالها لو هي في وعي سلبي، تاخد بالها ان هي في وعي سلبي. ليه بقى؟ لان الاشخاص اللي عندهم وعي سلبي بيشوفوا نظرتهم للحياه وحشه. ازاي؟ الحياه بالنسبه لهم فقد. اما الاشخاص اللي هم متوسطي الوعي بيشوفوا ان الحياه خد وهات، يوم حلو ويوم وحش،
يوم حلو ويوم وحش. لكن الناس اللي في درجات الوعي العالية أو الوعي الإيجابي زي ما احنا بنسميه بيشوفوا إن الحياة كلها عطايا وإن قدر الله لا يأتي حقيقي. إلا بالخير حقيقي. وإن كل محنة بتعدي على الإنسان أكيد جواها منحة مقدمة حتى في المنع في المنع مظبوط في عطاء حاصل احنا ما بنعرفوش وقتها يمكن لكن بعد كده بنعرفه. طيب خلينا نتكلم شويه عن فكره تحسين الحياه ان انا احسن حياتي. كلنا عايزين نحسن حياتنا مظبوط، كلنا أكيد. عايزين نكون عايشين مرتاحين راضيين هادين، يعني ما حدش فينا عايز دوشه وما حدش فينا عايز مشاكل وما حدش فينا عايز احاسيس مؤلمه اذا كانت حزن او غضب او 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 الم او اي حاجه من الاحاسيس، لكن للاسف الحاجات دي موجوده في حياتنا وهي دي الدنيا وهي دي الحياه، يوم حلو ويوم مر زي ما اتفقنا. ازاي احسنها؟ ازاي لما اوصل عند احساس من الاحاسيس الوحشه دي يجي وعيي واحضر وعيي باني اتخطى الاحساس ده؟ هو اول حاجه انا اتكلمت عن اشخاص اللي هم وعيهم سلبي، دول بيبقوا متمسكين قوي بالايجو المزيفه. ولو شرحنا للساده المشاهدين ايه هي الايجو المزيفه، يعني انا بفتكر ان انا مقدار قيمتي تحدد بما املكه. اي المكان اللي املكه ده بقى، شكلي، فلوسي، تعليمي، اي حاجه. ما املكه الاول. تاني حاجه ما اعمله، ما أنا اعمله. انا مثلا ممكن اقول انا دكتوره، ماشي، انت قيمتك كدكتوره مش في الشهاده المتعلقه على الحيطه، انت بين عملك ومجهودك واللي انت بتقدميه للناس، انت اللي بتضيفي قيمه للشهاده المتعلقه على الحيطه، مش جدا. العكس مظبوط كده. فبالتالي الناس اللي هم متمسكين بالايجو المزيفه لو فقدوا اي حاجه من اللي احنا بنقول عليها دي، لو فقد مال، عربيه، ما قدرش يكمل تعليمه في جامعه معينه، لو فقد اي فرصه من الفرص دي قيمته الذاتيه بتنهار، ويصبح هو في نظر نفسه من غير قيمه. في فرق ما بين الصبر وما بين التحمل، ويمكن انت كنت ذكرتي ده مظبوط، فاشرحي لنا كده الجزئيه. طيب دي عشان اوضحها خلينا ندي مثال. دلوقتي انا فلاح فاخترت بذره معينه والبذره دي رحت حطيتها في الارض وبدات ان انا ارويها كل يوم الصبح، بنزل ارضي عشان اروي البذره بتاعتي. عشان ايه؟ عشان في الاخر تنتج لي زرعه، تمام. فانا اثناء صبري على ان الزرعه تنبت، اولا كان اختياري صح ان البذره تكون صالحه، ثانيا راعيتها وراعيت اتجاه الشمس وراعيت السماد اللي بحطه لها. فانا مش معنى الصبر هو انك ما تعملش حاجه، لا، في فرق. الصبر هو انك تشتغل وتعمل حاجه مفيده اثناء صبرك. ولكن التحمل انا بقعد مغلوب على امري بتحمل الصعقات اللي بتجيلي، لكن ما بعملش حاجه. فبيجي وقت ايه؟ انفجر. فليس الصبر معناه ان انا اقعد ومكتف الايدي ما واقول بعملش انا صابر ومتحمل أنا صابر. واخد بقى على دماغي بقى وانا متحمله وخلاص. لا، يعني مفهوم خاطئ عن الصبر. يعني انت مش شايفه ده مفهوم خطا للصبر طبعا. يعني انت شايفه ان التحمل لازم يكون بمقدار معين او للاغه معين؟ لا، انا شايفه ان التحمل مفيش حاجه اسمها تحمل. مفيش حاجه اسمها تحمل؟ لا، ما تتحملش. يعني ما تتحملش؟ لا، ما تتحملش، اجتهد، عدل، يبقى كده انت بتصبر. ده مفهوم جديد بقى خالص علينا. شفت الكتب النفسية حلوة ازاي؟ ده مفهوم جديد بقى علينا خالص. أي حد بيتحمل؟ المفهوم الشائع، المفهوم الشائع اني مطلوب مني اتحمل، بس مش مطلوب مني اتحمل قوي. انت شايفة ان التحمل لا، انت اصبر بس ما تتحملش. هو الناس بيتحملوا فبيجي وقت ينفجروا، لكن انا عايزاهم يصبروا الصبر الجميل اللي هو الصبر اللي فيه فعل. ايوه، عشان في الاخر يلاقوا اصل ربنا وعد، قال ان في صبر يبقى في وعد الله حق. ده الواحد تحمل كتير قوي. لا، اصبري بقى، مش تحمل. ده الواحد تحمل كتير قوي فاكر انه بيصبر. لا، هو في فرق كبير طبعا طبعا طبعا. ووضحته لنا طبعا، مشكوره دكتور جاسمين انك بتشرحي لنا التفاصيل، لانه الواحد احيانا بيبقى فيه مصطلحات هو عارفها يمكن او فهمها بشكل مختلف، ولكن في حقيقتها هي ليها معاني مختلفه. اتكلمنا عن الاسى والحزن، وبرضو دول من المفاهيم اللي الأسى احنا هنقول كلنا بنمر بظروف صعبة، ده من حكم خبرتنا أو من حكم معلوماتنا. والحزن كلنا بنحزن أكيد، ومن حقنا نحزن، بس نعرف برضو احنا هنفضل نحزن لحد إمتى، لأنه الحزن لما بيعدي حدود معينة بيتحول إلى حتة ما اعتقدش برضو ان احنا نحب نروحها. علمينا بقى برضو الفرق ما بين الأسى والحزن. لا، هو الأسى والحزن حاجة واحدة. حاجة واحدة. حاجة واحدة. ولكن في فرق بين شعور الحزن ووعي الحزن. يعني ايه؟ شعور زي ما انت قلتي ان هيجيلي شعور احزن وده حقي.
لكن وعي الحزن انا موجود في حقل طاقه انا برسل حزن وبستقبل حزن، انا شايف الحياه سوداويه. أيوة. انا مش شايف اي حاجه غير الحزن، انا ما بعرفش اخرج من الحزن بتاعي فمحبوس فيه. تمام. لكن الشعور ده اللي هيعدي علينا ويمشي ده طبيعي واحنا بني ادمين ولازم يعدي علينا طبعا، ولازم ياخد وقته عشان نعرف نتخطاه يعني. يعني خوف نفسك باي حاجه، انا لو حزنت كتير هتعب مثلا، هعيا، هيجي لي امراض. ولو تلاحظي ان امراض كتير جدا من ضمنهم الكانسر مثلا بتيجي للناس اللي بتحزن. فلازم تخوف نفسك عشان ترفع نفسك الدرجه الصغيره ما بين الحزن والخوف. فتقوم مرفوع في السلم شويه. اتكلمتي انه في الوعي درجات. وقسمتي درجات الوعي، قولي لنا بقى ايه هي درجات الوعي، واتكلمتي ازاي عن تقسيمتها، قسمتيها بناء عن ايه؟ ما انا قسمتها بناء عن ان في دكتور اسمه دكتور ديفيد هاوكنز. ده كان طبيب بشري. المهم الدكتور ده كان بيعاني تقريبا من 50 مرض. اوكي. وهو درس الطب لمده 50 سنه، ولكن هو قال ايه، كل دراستي للطب دي وما قدرتش انها تخفف عن المي، اكيد في حاجه تانية. فهنا فرق ما بين العلاج والشفاء. لو تلاحظي حتى دايما في القران يقولوا لنا ايه، فيه الشفاء للناس، شفاء، ما قالش علاج، عمره ما قال كلمه علاج. لكن دايما بيقول شفاء. فاحنا في فرق ما بين العلاج اللي احنا بنسميه في انت عارفه انا صيدلانيه، بنسميه في الصيدله ميديكيشن، ادويه بتاخديها، هي دي العلاج. لكن الشفاء بقى، انت طول ما انت في ستريس فبتطلعي ستريس هرمون، الستريس هرمون دي بتعلي ضغطك، بتجيب لك سكر، بتجيب لك ضغط، بتجيب لك وبتجيب لك امراض الى ذلك. ولكن لو انت عليتي في الوعي، اكتشفوا بقى او الدكتور ده اكتشف ان بيطلع هرمونات ثانيه خالص اسمها الاندورفينز. الاندورفينز دي مسؤوله عن ايه؟ ريليف البين، يعني بتشيل البين خالص، وبريليف الاسترس، يعني بتشيل البين وبتشيل الاسترس، وكأن احنا بيحصل لنا شفاء داخلي، هيلينج، يعني الجسم مهيئ ان هو يشفي نفسه او يعالج نفسه. انا مستمتعه جدا بالكلام عن الكتاب اللطيف ده جدا، واتمنى كمان ان يكون مشاهدينا مستمتعين بالكلام وبالتفاصيل اللي بنقدر نفهم بيها نفسنا اكتر ونقرب منها اكتر عشان نقدر نحسن حياتنا اكتر عن طريق وعينا وعن طريق الكتاب اللي بنتكلم عنه النهارده. نطلع لفصل ونرجع نكمل على طول. معاكي دكتور جاسمين، اتفضلي. في رحلة حياتنا تشغلنا العديد من الأسئلة الخاصة بأنفسنا والمحيطين بنا، مثل ماذا نريد؟ وكيف نفكر؟ ولماذا يتصرف الآخرون بهذه الطريقة؟ هنا يأتي دور كتب علم النفس التي ترشدنا وتنير لنا الطريق نحو الوعي النفسي الصحيح، وتكشف لنا الكثير عن أسرار النفوس الغامضة. وقد تعددت كتب علم النفس سواء المصرية أو العالمية التي تتناول بالرصد والتحليل كل ما يخص أمور حياتنا. ومن أهم وأشهر هذه الكتب كتاب تفسير الأحلام لسيغموند فرويد، وفي هذا الكتاب يقدم فرويد شرحاً وافٍ لنظريته العقل اللاواعي وتأثيره على السلوك البشري، وكتاب الذكاء العاطفي لدانيال جلومان. ويركز هذا الكتاب على أهمية الذكاء العاطفي في مختلف مجالات الحياة، سواء في مجالات العمل أو العلاقات الإنسانية وغيرها. ويؤكد الكتاب على أن الذكاء العاطفي هو المفتاح الرئيسي للنجاح في الحياة. ومن كتب علم النفس العالمية والهامة أيضاً كتاب أشهر 50 خرافة في علم النفس، ويتناول مؤلفو الكتاب 50 خرافة عن علم النفس بالدراسة والفحص. وعلى الجانب المصري نجد أيضاً العديد من الكتب، مثل كتاب أسس علم النفس للدكتور عبد الستار إبراهيم، الذي يوضح من خلاله أهم الأسس التي تحكم السلوك الإنساني ومراحل تطوره المختلفة، وكتاب إنسان بعد التحديث للكاتب الدكتور شريف عرفة، ويهدف إلى وصول الإنسان إلى مرحلة الارتقاء البشري. بالإضافة إلى مؤلفات الدكتور عادل صادق، مثل كتاب أسرار في حياتك وحياة الآخرين وغيرها. وسيظل الإنسان بأفكاره ومشاعره وسلوكياته محور اهتمام الكتاب والباحثين النفسيين. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، منورانا دكتور جاسمين السيد، بنتكلم عن كتابها اوعى، وهو كتاب عن الوعي. هنتكلم شوية عن الفرق ما بين اللامبالاة والتجاهل.
مثلا او اللامبالاه والتقبل، يعني في فروق في المصطلحات. احنا بقى من بدايه الحلقه بنحاول على قد ما نقدر نطلع طبعا كل المعلومات المهمه اللي موجوده في كتابك، بس اشرح لنا شويه الفرق ما بين المصطلحات دي. طيب، هو اللامبالاه لازم كلنا نتفق انها سلبيه. ليه سلبيه؟ لانها في مراحل الوعي المنخفضه زي ما انا قسمت في الكتاب. لان يعني في ترويج ان يكون عندك لامبالاه، لو تلاحظي على السوشيال ميديا يقولوا خليك عندك لامبالاه. لكن في فرق كبير جدا ما بين اللامبالاه والتقبل. اللامبالاه سلبيه، ما يواجهها على النقيض في الوعي الايجابي هو التقبل. فانا ازاي اتقبل؟ لما اتقبل بمحي كل المشاعر، انا قدرت اتخلص وقدرت احرر كل مشاعر الغضب وكل مشاعر الحزن وكل المشاعر الوحشه اللي موجوده في اللامبالاه. اما اللامبالاه انا عندي كل المشاعر مخزونه جوايا، كاتمها وكاتمها وعامل نفسي مش فارق معايا وعامل نفسي مش واخد بالي او مكبر دماغي. طبعا دي مش احساس حلو خالص. هيجي وقت وكل الاحاسيس دي هتطلع على السطح أيوه. فانا بوصل في الكتاب ان انت خد بالك ان انت دلوقتي مش في مرحله حلوه، انت دلوقتي في لامبالاه او مكبر، انت كله جواك لسه ما تحررتش منه، ما اتعلمتش ازاي تحرره وتطلعه. وفي علامه مهمه جدا 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 تعرف بيها ان مشاعرك اتحررت، الغفران. انك تكون من جواك غافر للشخص اللي اذاك مثلا او او للظروف او واتيفر، انت مدي شعور اللامبالاه ايه. لما تحس ان انت بقيت غافر ومسامح مهما كانت درجه الاذيه، يعني ممكن تقلبي الصفحه، هقول لك على حاجه، بس تسامحي في حاجات معينه. هقول لك حاجه، مش معنى التقبل ان انا موافق على الموقف اللي حصل لي اطلاقا. عارفه معنى التقبل ايه؟ ان انا متقبل التجربه الشخصيه اللي حصلت لي دي، هتعلم منها وهموف اون. بس انا بتكلم على الغفران، مش بتكلم على التقبل. التقبل انا قلت لك ان اللامبالاه فيها المشاعر بتاعت ان انا ما غفرتش وان انا مش مسامح وان انا غضبان. لكن التقبل لا، انا مسامح. وده الفرق، اني اتقبل يعني انا سامحت. انا سامحت بس سامحت ايه؟ مش ما وافقتش على اللي انت عملته فيا، مش معناها موافقه، ولكن انا تقبلت الاحداث اللي حصلت وهتعلم منها وهموف اون. ده معناه انك ضد التجاهل. ما هو اللامبالاه زي التجاهل، شبهها يعني، فيهم شبه من بعض ولا لا؟ لا، فيهم شبه، فيهم شبه من بعض. صح، فيهم شبه. يعني ان انا اتجاهل، يعني اتجاهل اللي حصل عشان ما اتضايقش، او اتجاهل يعني الموقف عشان ما اغضبش، ده مش صح. لا، عارفه شبه ايه؟ شبه انا عندي حريقه في البيت، ماشي، وفي نار مشتعله، وانا لا مفيش حاجه، البيت تمام، ببص على الناحيه الثانيه خالص، فكاني مش شايف الحريقه. الحريقه هتوصلك. ده التجاهل. يعني لازم تبقى انت واخد بالك ان مهما انت دورت وشك الناحيه الثانيه، وكانك نعامه بتحط راسها في التراب، مهما دورت وشك الناحيه الثانيه النار مشتعله وهتوصل. كان شويه عن مشاعر الغضب. الغضب كلنا بنغضب، كلنا بنغضب احيانا، و للأسف في مننا اللي بيتعدى حدوده ساعة الغضب ويرجع يندم على الحدود اللي عداها. ودايما بيقال إنه البني آدم لما بيغضب إذا قدر يسيطر على أفعاله وكلامه في الشوية اللي هو غضبان فيهم دول، هيتفادى مشاعر كتيرة جدا، منها الندم مثلا فيما بعد، لأنه الواحد هو غضبان بيبقى بيتصرف بتصرفات يعني بيرجع يندم عليها، أو معظمنا بيندم عليها بعد كده. كلميني شوية عن الغضب، وازاي اوعي مخي ان انا حاليا في مرحله غضب. اسكتي يا رانيا خالص، وما تقوليش اي حاجه دلوقتي. عارفه انا كاتبه فصل في الكتاب اسمه الصباح رباح. دي كلمه كان بيقولها لي جدي وانا صغيره، لما كان يزعل مني كان يبقى غضبان جدا. كان يقول لي ايه؟ خشي نامي والصباح رباح. ليه؟ هو عايز يعدي الفتره اللي انت بتقولي عليها دي، ساعه الغضب وانا غضبانه قوي انا ممكن انفجر في اللي قدامي وارجع اندم. طبعا فهو كان بيأجلها لي، ده هو كان بيأجلها لي للصبح. ايوه، فالفكره في ايه؟ الفكره ان انت فعلا اول فتره الغضب دي اهدي فيها. هتقولي لي ازاي؟ انت مثلا سايقه عربيتك وماشيه في الطريق، فجي حد كسر عليكي في العربيه، فانت رحتي نازله من العربيه ورحتي عملتي خناقه جامده جدا، خلاص. لكن انا طالبه منك امسكي نفسك اول 30 ثانيه كده من الخناقه، بصي على ايه الضرر اللي حصل في العربيه بتاعتي، بصي على الكونديشن كلها، هل فعلا انا استاهل ان انا انزل واعمل خناقه واندم، ولا الموضوع بسيط؟ طب ما يمكن الراجل ده لو انا صبرت شويه هو يجي لي يقول لي عندك تصريحات. الغضب ده إيه؟ ممكن مش بس يبقى في الشارع، الغضب ده ممكن يبقى مع زوج، مع زوجه، مع ابنك، مع بنتك، مع انا بدي بس اكزامبل، مع صحابك. يعني كمان في مشاعر احيانا بتبقى بقى انت زعلانه قوي بجد انك غضبتي على الناس دي بالطريقه دي، او انك غضبتي على الناس دي بالطريقه طب دي. خلينا
علينا ان انت اتكلمتي فيه دلوقتي الطريقه اللي انا بغضب بيها. اه تلاقي تملي ان الغضب مربوط بالتكسير، يعني واحد غضب فاخد الفازه اللي قدامه دي وراح دششها عشان يفرغ. تمام، جه منين ان الغضب يرتبط بسلوك معين؟ في الحقيقه ان هو وجدوا ان الصور، الغضب ده صور تخزينيه اتخزنت عندك في الذاكره وانت صغيره. فهديكي مثال، انا شفت حد بيغضب بيعمل كده فخزنت فبقيت بعمل كده. مثال حلو جدا. في فيلم اسمه الخيط الرفيع، ايوه، للفنانه فاتن حمامه والاستاذ محمود ياسين. في الحقيقه هي لما غضبت منه مسكت كل البدل بتاعته وراحت مقصاها بالمقص. ايوه قطعت كل هدومه. فانا وانا صغيره، لو اي بنت وهي صغيره شافت المشهد ده، أيوة، فبالتالي ايه اللي هيحصل لو غضبت من جوزها؟ هينطبع في ذهنها انه لما تغضبي تعملي كده. لما اغضب من زوجي الحل الامثل للتفريغ، تقطعي كل البدل. الحل الامثل للتفريغ عن الغضب ده هكون ان انا اجيب بدله واقصصها. ولذلك احنا بنقول راقبي كويس جدا اطفالك بيتفرجوا على ايه في المرحله العمريه الصغيره، لان كل دي صور تخزينيه بتتخزن عندهم. فلما يجي ابنك يكسر ولا يضرب ولا ما تبقيش تسالي ده طالع كده ليه، لان هو صور واتخزنت سواء بيتفرج على الافلام او بيشاهدك مثلا في البيت بيشوف مامته او بيشوف بابا او كده. طبعا بالظبط. فالفكره بقى في ايه؟ انا عايزه اغير ارتباط الغضب بسلوك معين بالنسبه لي. اعمل ايه؟ اقعد في اوضه كده وابتدي ارجع ذكرياتي وارجع الصور المتخزنه عندي في دماغي، انا ليه بتصرف التصرف الفلاني او بسلك السلوك الفلاني وانا غضبان. لحد ما الاقي الصوره دي، الصوره المتخزنه عندي في الذاكره. وانس ان انا لقيتها، عرفت الصوره دي جايه منين او السورس بتاعها ايه، بريبليس، اشيل ريبليس ات واحطي صوره تانية. لا انا لما هغضب هتخيل نفسي مثلا قاعد على البحر مثلا وهكذا، بحيث ان انا ابدل الصور المتخزنه عندي. اتمنى ان احنا نقدر نسيطر. هي محتاجه تدريبات على كده، محتاجه تدريب كبير. يعني تقعدي كتير لحد ما تلاقي اصلا السورس. ممكن تكوني ناسياه، ممكن تكوني مش عارفه السورس جالك منين. بس حاولي توصلي الصوره التخزينيه اللي عندك او السلوك المتخزن اللي انت بتعبري عنه عن الغضب بتاعك دي. مشاعر الاحساس بالذنب، عشان ده برضو من الحاجات بس اللي استوقفتني جدا، الاحساس بالذنب او تانيب الضمير. ازاي اوقف او اوصل نفسي للمنطقه اللي بعديها هبقى في حته خطر؟ بصي، هو تملي الاحساس بالذنب او تانيب الضمير في اقل درجات الوعي، مستوى متدني جدا من الوعي. ليه؟ انا بجلد ذاتي وبشوف يعني ان الحياه كلها فقد برضو، يعني انا فقدت كذا او خسرت كذا، دخلت بيزنس وخسرت فلوسي، فانا السبب في كل ده. الدرجه الاعلى منها شويه هو ان الناس هي السبب، يعني اللي تحت انا السبب فبحطم نفسي، انما اللي فوق شويه الناس هي السبب. طب انا اخرج ازاي من مشاعر الجلد دي؟ تملي لو جيتي اتكلمتي مع الشخص اللي هو في مشاعر الجلد، هتلاقيه بيجيب كل العيب عليه هو، والناس كلها اللي حواليه ملهمش اي ذنب طبعا. تمام، فانا بقول له لما تيجي تتعامل مع نفسك افصل، طلع نفسك كانك شخص تاني. وانت لما بتتكلم اي شخص تاني، ابنك او مراتك، انت مبرئهم من الذنب ده، صح؟ برئ نفسك، يعني افصل نفسك وطلعها لشخص تاني واتكلم معاها كانها واحد قاعد قدامك. وبرئها، اوصل معاها للبراءه. كان في اي حاجه تانية، كانت الظروف مش قد كده، ما درستش كويس المشروع ده، فبالتالي هاخد الدراسه الجايه والمره الجايه هكون احسن. اتعلم من الغلطه، برئ نفسك الاول، او برئ نفسك ودي لنفسك فرصه للتجربه مره اخرى. الغلاف اخيرا. كلامنا عن الغلاف واختيارك للغلاف الحلو الرايق ده. بصي، هو انا كنت عايزه غلاف نور. هو فعلا منور، هو غلاف نور. وكمان ان الفكره ان العين هي الرؤيه. فانت لما بيكون عندك رؤيه، صح، رؤيه، صح، رؤيه فيجن، فسواء رؤيتك كانت ايجابيه او رؤيتك سلبيه، انا بقول لهم ان من خلال قراءتك للكتاب رؤيتك هتتضح. عشان كده عملت ان صفحات الكتاب مفتوحه والرؤيه بدات توضح. اختيار هايل. سعيده جدا بالموضوع بتاع الكتاب، وسعيده جدا بحلقتنا النهارده. ميرسي دكتور جاسمين. شكرا. ودايما تنورينا ان شاء الله في حكاية نتكلم اكتر عن كتبك النفسيه، وجهه نظرك في الحياه بشكل عام، لانه اكيد الكتب النفسيه زي ما دايما بقول هي اضافه لحياتنا في كل تفاصيل حياتنا، ايا ما كانت، ايه هي المجال او اي مكان، ايه هو المجال اللي بنتكلم فيه. أكيد.
ميرسي، بشكرك. مشاهدينا بكده بنكون وصلنا نهايه حلقتنا النهارده من يحكى لنا. اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن كتاب اسمه اوعى، كانت منورانا النهارده دكتور جاسمين السيد. الكتاب باختصار بيتكلم عن زياده الوعي في حياتنا وفي مشاعرنا، وازاي نقدر نوقف مشاعرنا للمنطقه المناسبه، علشان لو حصلت اي مزايده باي شكل من الاشكال على المشاعر دي، اي ما كانت سلبيه او ايجابيه، ده ممكن يوصلنا لمرحله احنا ما نحبش نكون فيها. بشكركم على حسن المتابعه، وكان معاكم رانيا السيد. شكرا.